نعت وزارة شؤون الإعلام, الإعلام الإعلامي الرياضي ماجد سلطان الذي وافته المنية أمس السبت بعد مسيرة حافلة ومميزة من العطاء الرياضي والإعلامي واكدت الوزاره ان الاسره الاعلاميه والرياضيه فقدت بوفاه ماجد سلطان واحدا من القامات الوطنيه التي ساهمت في اثراء الاعلام الرياضي عبر تاريخ طويل حيث جمع الفقيد بين التميز والخبره في المجالين الرياضي والاعلامي وشارك رحمه الله في الاعداد والتقديم للعديد من البرامج التلفزيونيه والاذاعيه الرياضيه عبر تلفزيون واذاعه البحرين، الى جانب عطائه الكبير في الصحافه المحليه كصحفي وكاتب متخصص في الشان الرياضي. وتتقدم وزاره شؤون الاعلام بخالص التعازي والمواساه لاسره الفقيد، داعين الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. إن لله وانا اليه راجعون.